أنا ودي أوضح لجمهوري المحبوب، ترى كل ما تكتب يدي ما يمثلني. أنا شاعر يسرح خيالي بصب وصب، ولا كل من هو يكتب الوجد متعني، ولا كل قيفان الغزل في جافة محبوب، ولا كل ما تقرون من هاجسي عني. أنا أمشي مع كل المواقف بكل أسلوب، وأنا أحياني في حوض المرض قاعد أغني، وهذا يدل أن القصيد أكثره مكذوب، فله عانى وضاعي وله صادر مني. وأنا أحيانا وأنا أصلي يا ناجي المطلوب، يدعب خيالي هاجس الشعر ويرني، وأقول ابتعد يا هاجسي في الخطا محسوب، ويرجع وأنا انفذ عن يساري ويتركني. وأنا أدري بعض الأحيان في ما نقول ذنوب، لكن يا عسى ربي من الذنب يتقني. سلامتك.